أحسن الله إليكم، حكم استقبال القبلة في بداية الصلاة يعني الراحلة عند التكبير؟ على الراحلة وأنت في البلد؟ لا، على الراحلة وهو في السفر. مسافر. نعم، المسافر يجوز له أن يتنفل على راحلته إلى القبلة وإلى غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. والأفضل إذا لم يشك أن يبتدئ تكبيرة الإحرام وهو متجه للقبلة، والباقي إلى جهة السير. فإن لم يفعل فلا حرج عليه، الصلاة صحيحة، لأن المقصود تيسير التطوع على المكلف حتى يتمكن من فعل التطوع بدون مشقة. أما الفريضة فلا تجوز على الراحلة إلا للضرورة. الضرورة مثل أن يكون هناك أمطار أو رياح عاصفة لا يتمكن الإنسان من النزول إلى الأرض ويخشى فوات الوقت، فهذه ضرورة. وأما إذا لم يكن هناك ضرورة فإنه يجب أن يقف وأن يصلي في الأرض ما لم تكن الراحلة واسعة كالسفينة مثلا، بحيث يتمكن من استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود والبرود، فهذا لا بأس أن يصلي ولو لغير الضرورة. فصار أن هناك فرق بين الفريضة والنافلة. نعم.